السلام عليكم. اليوم نبارطاجي معكم واحد لاغوسيط سهله ماهله ديال لي سباغيتي بارفيمي على فوكا. انا هنا عندي لي شالوت تقدروا تستغنوا عليهم وتستعملوا غير البصله. هنا عندي لا طوماط سوغيز وانتم تقدروا تستعملوا لا طوماط عادي. غندير لي شالوطي تشلضو اللولين لحقاش هي كتاخد الوقت، وغير كتشلط كنضيف عليها لا طوماط سوغيز. هنا فواحد الكاسرونة غندير الماء يسخنو باش نطيب فيهم لي سباغيتي. هنا كنضيف عليها شوية البازيليك لحقاش ما عنديش القزبور، وانتوما تقدروا تضيفوا اللي بغيتو. دابا هنا كندير لي سباغيتي طيبو. كنضيف الروام داك الماء ديال لي سباغيتي ونخليها طيب على نار مهيلة. غادي نوجد الافوكا ديالي. غنضيف لها الماء السخون من الماء ديال السباغيتي وغنطحنها. كنضيف السباغيتي وكنضيف عليها اللافوكا. كنجي نخلط كلشي. ما نساوش الملح وعطر الكحول، والكمية كتبقى على حسب الذوق. طريقة سهلة مهلة وبنينة في نفس الوقت. إذا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بالإعجاب والمشاركة في القناة، وعلاش لا تبارطاجوها مع الأحباب والأصدقاء. شهية طيبة وبالصحة والراحة. دمتم في رعاية الله، وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله.